اللواء بكر سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة. سيادة اللواء مساء الورد واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل عليك يا كابتن ابراهيم يا محترم. البرنامج بتاعك يعني انا بنام بدري والدؤوب حامد وجدي مطلع عيني لازم تقوم عشان خاطر اخوك وحبيبك ابراهيم بيتفاي. ربنا يعزك يا رب ويعلم اقدارك. طب احنا مش عايزين ازعاج ولا حاجه يعني حامد معلش بيزن شويه بس انت عارف ظروف الشغل صعبه شويه. انت حبيبي وهو حبيبي وتحت امرك. الله يعزك ويعلم اقدارك يا سياده اللواء. ايه الموقف بتاع محمد ابراهيم ناويين تعملوا ايه؟ سمعنا ان هناك اهتمامات كبيره محمد ابراهيم سواء من النادي الاهلي او من بيراميدز، ما هو موقفكم تجاه اللاعب نفسه؟ كل كلمه حضرتك قلتها والكابتن ضياء على محمد ابراهيم هي في موقعها حقيقي، وطبعا هو تاثر تاثير كبير جدا الفتره الاخيره في نادي الزمالك، لكن زي دايما ما بنقول ان نادي مصر المقاصه هو مصنع النجوم وبيعيد النجوم لبريقها مره ثانيه. صحيح. خاصه في وجود اللي هو محمد عبد السلام والقدير المحترم الكابتن ايهاب جلال، فطبعا محمد ابراهيم بتالق دائم ان شاء الله وباذن الله يرجع ثاني للمنتخب مصر. زي ما حضرتك قلت مش كل يوم بنعمل لعيب زي محمد ابراهيم او محمد صلاح او المجموعه الدرر اللي موجوده في مجال كرة القدم. صحيح. أما بالنسبة للموضوع اللي سيادتك قلت عليه فطبعا أنت عارف المبدأ بتاع مصر المقاصة إن ما بنقفش أبدا في طريق أي لاعب يجي له عرض وهو كله رغبة كبيرة إنه يترك المجال ويروح للنادي الجديد اللي هو محمد عبد السلام، على طول ندي تعليمات بإنه مصلحة اللاعب أولا ومصلحة الفريق ثانيا وفي نفس الوقت طبعا زي ما حضرتك قلت فعلا وفي اكتر من عرض داخلي وخارجي للفوز بمحمد ابراهيم وهو مكسب لاي فريق خارجا او داخلا، طبعا مكسب كبير جدا لنادي مصر المقاصه. الاهلي ولا بيراميدز الاقرب؟ والله انت عارف حضرتك الاثنين بالنسبه لنا محترمين جدا والزمالك كمان نفس القصه، لكن التعامل مع النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب مع كابتن اللي هو محمد عبد السلام الامور ما بتاخدش وقت كتير، لكن هو مصلحه اللاعب وهو عايز يكون فين ونادي مصر المقاصه طبعا هنقدر نقول دلوقتي في التوقيت ده ان نستغنى عنه الا بعد نهايه الموسم حسب رغبته هو. يعني محمد عايز يروح فين طيب؟ ما حضرتك اتكلمت معاه شايف ايه؟ عايز يروح فين؟ ميال لايه اكتر؟ لبيراميدز ولا للاهلي؟ والله يا كابتن ابراهيم السؤال ده هو يسال فيه لان هو بصراحه ما جاوبش اجابه صريحه في الموضوع لان جاله برضو عروض من بره مصر. يعني جاله عروض من بره مصر؟ لازم هيدرس الموضوع كويس. من بره مصر من انديه ايه او من دوريات ايه يا فندم؟ والله هو تركي؟ فندم؟ من الدوري التركي؟ لا هو الدوري السعودي. يعني الدوري السعودي تمام. لسه هو ما حددش موقفه النهائي. هو لسه ما حددش وهو طبعا في الفتره دي ما شاء الله عليه مركز تركيزه ما شاء الله جدا ان هو يرجع لفورمته، وانت حضرتك شفت الماتشات اللي فاتت والجوان اللي جابها وخاصه الجول بالهيد ده، حتى حضرتك بتتكلم عن ان تقريبا اول مره يجيب الجول ده عمال يخبط على دماغه يعني. ايوه يعني جول جاب الهيد، فطبعا احنا كلنا وراه ومش هنقف في طريقه اذا كان حد يحترف بره او هيحترف الاهلي او بيراميدز او العرض اللي هو يتناسب معاه. اولا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان اللي هو محمد عبد السلام ندي تعليمات ان ما نقفش قدام رغبه اي حد. عايزين كام بيراميدز؟ محددين كام في الصفقه ديت سواء لبيراميدز او للاهلي او للنادي السعودي؟ 2 مليون دولار زي ما الرقم ده ما سمعته، ولا ده رقم كبير شويه، ولا ده رقم قليل بالنسبه لطموحاتكم؟ لا هو رقم قليل طبعا بالنسبه لنجم كبير زي محمد ابراهيم، لكن طبعا في الاخر بيبقى عرض وطلب وفي مفاوضات، وخاصه ان احنا عندنا في المجال المفاوضات الكابتن محمد مجد الدين مشرف العام على الكوره، يعني بيوصل لاحسن عرض واحسن حاجه للاعب مش شرط الفلوس. يعني انتوا عايزين اكتر من 2 مليون دولار؟ هو طبعا يساوي اكتر من كده محمد ابراهيم. يساوي اكتر من كده؟ طبعا. ماشي. طيب لو جالكوا اقل من ال 2 مليون مش هتوافقوا؟
ولا ده معناه ان انتوا لسه في مفاوضات نقعد ونتكلم برضو ونشوف؟ ما هي المفاوضات زي ما حضرتك مفاوضات كابتن ابراهيم بتوصل لاخر حاجه ايه، فاعلى سعر هو ويكون موافق هو عليه النادي بيرحب على طول بالتنفيذ يعني. طيب كابتن خلينا بقى نروح لملف تاني. اذا حضرتك تؤكد انه محمد ابراهيم عنده عروض؟ عنده عروض، اهلي وبيراميدز والسعوديه ده موجود. انتوا مش هتقفوا ضد رغبته؟ هو لسه لم يحدد حتى الان رغبته النهائيه مع نهايه الموسم. هناك تعليمات من سياده اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الا تقفوا امام اي مستقبل اي لاعب من اللاعبين الموجودين، وبالتالي العروض المناسبه هو اللاعب هيبت فيها وفقا لرؤيته، اما المفاوضات فستتم معاكم. هو عقدكم مع اللعيب قد ايه يا فندم؟ هو حضرتك العقد 3 سنين. 3 سنين، وبالتالي كمان تمتلكوا لسه فتره كمان كبيره من التعاقد. اروح لملف تاني، كابتن ايهاب جلال مستمر مع الفريق ولا لا؟ كابتن ايهاب جلال ده احنا بنعتبره ايقونه نادي مصر المقاصه، والراجل ده ما خدش حقه فعلا في الاعلام، انه مدرب قدير بمعنى الكلمه يعني. يعني ده مش قليل عليه منتخب مصر، وهو طبعا يعني كان ليه عتاب عليه لما جه راح نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك ده مدينه، انا مش بعتب عليه انه سابنا وراح نادي الزمالك، امال بعتب على انه راح في توقيت مش مظبوط بالنسبه لفتره اداء المدير الفني. ونفس الوقت احنا عندنا كنادي الزمالك صعب جدا يبقى فيه حد مصري من غير ابناء نادي الزمالك يقود نادي الزمالك. ولكن لو في مدرب اجنبي اوكي. لو كان اخذ رايك ساعتها كنت هتقول له لا ما تروحش الزمالك؟ اكيد، وانا قلت رايي صراحه ساعتها في التلفزيون والاكثر، وله هو شخصيا بعت له رساله. لكن هو كان في طموح، والطموح ده يعني زي ما حضرتك عارف انه بالنسبه له يعني واجب. اسم كبير واسم مغري الزمالك، يعني اسم كبير نادي الزمالك، اكيد اكيد كان عنده الرغبه والشغف انه يجرب طريقه اللعب دي مع كواليتي اعلى شويه من اللاعبين، وانه يجرب طبيعي يعني. هو ده وضع طبيعي حضرتك، الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى ان هو يدرب نادي الزمالك او النادي الاهلي. لكن انا كان ليا تجربه وجهه نظر، انا كنت مدير فني كره السله في نادي الزمالك، وعارف ان نادي الزمالك ايه الدخانيق اللي جوه. وهو بالنسبه للكابتن ايهاب جلال هو نادي مصر المقاصه بالنسبه له، الكيمياء موجوده، الكيمياء موجوده والحب موجود. ولا تتخيل حضرتك مثلا المدير الفني في نادي مصر المقاصه ما بيكونش مدير فني كره قدم، بيبقى مدير فني لدرجه رئيس مجلس اداره النادي. يعني كل طلباته حتى صلاحيات، عنده صلاحيات، عنده صلاحيات كامله، ومحدش بيتدخل ابدا في شغله. ودي تعليمات طبعا كابتن رئيس مجلس الاداره اللي بيها مش للكابتن ايهاب، لكل من مارس كمدير فني لنادي مصر المقاصه. اتضايقتوا انه المصري اتكلم مع كابتن ايهاب؟ والله سمعنا الكلام ده حضرتك. وهو يعني الراجل محترم جدا. لانه يعني سئل بعد المباراه اللي هي بتاعت الاسماعيلي انه النادي المصري او هتصيب او الكلام ده، قال لهم والله انا احترم التعاقد بتاعه مع مصر المقاصه، وانا بالنسبه لمصر المقاصه انا جاي في مهمه معينه، ما اقدرش ابدا اسيب الوقت الحالي لنادي مصر. طيب يبقى اذا الكابتن ايهاب جلال مع نهايه هذا الموسم ستبحثوا مساله تجديد التعاقد، ومفيش جلسات لحد دلوقتي فيها كلام على انه كابتن ايهاب يستمر للموسم الجاي، مظبوط كده؟ كابتن ايهاب جلال زي ما قلت لحضرتك ده بيته، واحسن نتائج حصلت في تاريخ نادي مصر المقاصه كانت على ايديه، ونادي مصر المقاصه متمسك بيه ولا يمكن نفرط فيه الا اذا هو راى انه في مكان اخر سيجد المعامله الاحسن، المبلغ الاحسن، حسب بقى ما هو هيتراءى له، لكن احنا متمسكين بيه تماما. صحيح. كنت اتكلمت مع حضرتك من فتره عن امر له علاقه باسهم نادي مصر المقاصه، هل لسه الموضوع مفتوح انه يبقى فيه شراء لبعض اسهم نادي مصر المقاصه، ام الموضوع بالنسبه لكم كنادي اتقفل؟ لا هو طبعا الموضوع زي ما حضرتك قلت يعني لا زال، بس مش شراء نادي مصر المقاصة، هو شراء شركة الراعية اللي هي المقاصة سبورت. ايوه. ولا زال الموضوع مفتوح طبعا، او رعاية نادي مصر المقاصة، يعني ممكن تيجي شركة أخرى لرعاية نادي مصر المقاصة، وده طبعا متاح لأي حد ممكن يدخل في رعاية النادي في أي وقت.
صحيح، انا بتمنى لكم كل التوفيق وبشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ويعني اكيد بنقدر حضرتك وبنقدر وجودك معانا في البرنامج، وانا عارف ان حضرتك بتنام بدري، واشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء بكر سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصه، تعقيب مهم جدا. طيب